السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل بسبوسة. نبدأ نقول المكونات. معايا كيس لبن بودر، ومعايا 4 معالق جوزة الهند، وكوباية إلا ربع سكر، وكوباية لبن، وكوباية زبدة على سمنة، وهنحط بيكنج بودر. نبدأ نحط الإضافات مع بعض. هنحط المواد الجافة كلها على بعض، اللبن البودر، جوزة الهند، السكر، معلقة بيكنج باودر، نقلب المكونات على بعض. نحط الزبدة على السمنة، نحط كوباية اللبن، وصينية مدهونة زبدة نبدأ نحطيها الطريقة دي. نصها بالسوداني ونصها سادة عشان انا مبيحبش عليها مكسرات، وهحطها في الفرن على 180، وعبال ما تستوي نبدأ نعمل الشربات سوا. الشربات نبدأ نحط 2 كوباية سكر، كوبايتين مية، نص ليمونة، نحط القشرة معاها. هحطهم على النار سخنة والشربات سخن. هبدأ بقى افضيها.